بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نتناول شرح لمنطقة تواجد الطارق، حيث أنه الآن يمكننا القول بأن الكوكب المذنب بدأ هذه الأيام بالتحرك ظاهريا نحو كوكبة القوس، فالأرض الآن بدأت تلتف نحو الاعتدال أو اعتدال مداري ربيعي جديد، وبالتالي ستكون حركة هذا الزائر بالاتجاه المعاكس، حيث أن الأرض تتجه يسارا وهو يظهر ظاهريا أنه يتجه يمينا، وذلك نظرا للتباين المداري لنصف قطر الأرض ونيبيرو حول الشمس، باعتبار ورود نيبيرو بمدار مغاير بالاتجاه والسعة نحو نجمنا الشمسي. ستستمر هذه الحركة حتى نهايات شهر 10، ومن بعدها سيبدأ الالتفاف بالجهة المعاكسة، مما يدل بأن الأرض هي من يتغير زاوية الرؤية من على الأرض، وليس الكوكب المذنب نيبيرو. بالنسبة لحقلنا الكهرومغناطيسي للأرض، فقد بدأ ضربات قوية نشاهدها على خطوط حقلنا الكهرومغناطيسي، تشوهات ودوائر ودوامات حمراء يدل على أن الأرض تتعرض لنبضات قوية لكن بسرعات متدنية إلى ضعيفة، هذا ما يعطي هذا اللون الأحمر وهذه الدوامات الحمراء. وكذلك هناك نبضات تفريغية ذات قوة ريختيرية شديدة وبسعة زلزالية واسعة، مثل منطقة الأنديز في أمريكا الجنوبية بالبيرو، حيث بلغت القوة 8 درجات، وتم خفضها وإنقاص من القيمة إلى 7.2، بينما هي في الحقيقة 7.9، يعني 8 تفريغ. وهذه الزلازل نتيجة للاختزان الزائد للطاقة، والتفريغ يعتبر جزء لها، كما أنه لا زالت الهزات مستمرة بمنطقة جبل طارق بالحسيمة، وتتراوح بين 1.5 هزات قوتها 1.5 إلى 2.75 فما فوق، وقد سجلت 27 هزة خلال 24 ساعة الماضية كما ترون في الفيديو. حيث أنني أشير إلى الحسيمة بالعلامة العائمة الحمراء، فهم يعطونها اسم ستريت أوف جبريلتار، ولا أدري هل سكان المنطقة يحسون بهذه الهزات الخفيفة، لأنها تعتبر بعيدة بعض الشيء، حيث يتراوح البعد بين 25 كيلومتر إلى متوسطي 30 كيلومتر، فيصل إلى 40 كيلومتر في بعض الهزات، والهزات الأخرى 27 كيلومتر، يعني أن المتوسط 30 كيلومتر. لا ندري هل سكان الحسيمة ونواحيها يحسون بهذه الهزات الخفيفة. والملاحظ أيضا ازدياد قوة الزلازل هذه الأيام، حيث بدأ تسجيل هزات وصلت إلى 6 و7 ريختر، واليوم تم تسجيل هزة زلزال بقوة 6.2 في منطقة تيمور، جزر تيمور بالقرب من أندونيسيا، وكذلك 5.5 بالبيرو البارحة بعد الزلازل القوية التي ضربته من قبل. كل هذا يعتبر تفريغا جزئيا، لأنه يتحول من قوة طاقية كامنة إلى قوة حركية أو جيوميكانيكية، إن كانت كدفعة واحدة تؤدي إلى زلازل عنيفة، لكن إذا كانت بدفعات متفرقة تعطينا مثل هذه الزلازل التي تقع في البحر الأبيض المتوسط،
إن الدرجة المطلوبة لزلازل الميجا ريختر يجب أن تتجاوز 9 ريختر فما فوق. والملاحظ أو المتابعون يلاحظون التباين والتلاعب بالقوة الزلزالية ما بين مرصد وآخر. الآن نحن أو كوكبنا الأرض يتعمق نحو ذروة الاصطفاف، وهذه الذروة وذروة الاصطفاف ستكون في نهاية شهر 7. هذا لا يعني أن هذا اليوم سيكون مليئا بالزلازل كما يظنه البعض، فذروة الاصطفاف لأقرب ذروة مدارية قد يكون هناك اختزال طاقي سيكون على أشده، لكن الزمن التفريغي له قد يتأخر لأسابيع من بعد، فلا يمكن التنبؤ بحتمية وقوع الزلازل في اليوم والساعة، بل التفريغ كما قلنا سيكون إما على دفعات أو سررا طاقية متفرقة بقوة ضعيفة 2 و3 ريختر، وتصنع زلازل متوسطة إلى قوية أو كنبضات فريغية موحدة تعطي زلازل شديدة القوة، فأرجو عدم الخلط بينهما. أما بالنسبة للإخوان الذين لا يزالون يتساءلون عن مكان الكائن الزائر، للعلم هو لا يخضع لأي قانون، لقانون كيبلر أو أي قانون فلكي آخر، وبالتالي حصره زمنيا ومكانيا مرفوض، تسارعه متغير ولا ينحصر بتسارع محدد، فتحديد تجاوزه لمدار معين بحيز زمني محدد غير وارد بتاتا. ولن أجيب بعدها للأسئلة المتعلقة بهذا السؤال، أي سؤال متعلق بهذا لن أجيب عنه. فهو نجم تابع لنجمنا الشمسي بمدار بيضوي واسع، ولا يدور حول نجم مطفي آخر كما يظن الكثيرين لسببين: لا توجد قاعدة بيانات موثقة تستند لذلك، وأقرب نجم لنا هو نجم قنطرس ويبعد عنا حوالي 4.4 ملايين سنة ضوئية، ومن المستحيل أن يلتف حول هذا الجرم خلال رحلته ما بين النجمين لآلاف السنين، بل يلزمه 10 ملايين سنين ليتم دورته الكاملة، وهذا مخالف للواقع العلمي من خلال زياراته المتكررة للأرض عبر العصور القديمة، وأنه السبب في القضاء على الأقوام البائدة وتعذيبهم. إن هذا الجرم خصائصه مميزة وذو قوة كهرومغناطيسية فائقة تسمح له بجر أعداد لا تحصى من النيازك، وبالتالي يصنع لنفسه ذيلا نيزكيا عملاقا، ومن هنا جاءت تسميته بالكوكب ذو الذنب أو الكوكب المذنب. ومع تفاعله بالرياح الشمسية سيتكون له ذيل آخر ذو طبيعة حقلية بلازمية، وهذا سيكون مفتاحا للرؤية العيانية خلافا لما يقوله الذين يظنون أنه مختبئ يأخذ حمام شمس وراء الشمس. إذن أي مخطط أو رسم فلكي لهذا الكوكب المذنب لا أؤمن به شخصيا، أنا أعتمد على الواقع. ما يقع أمامنا هو ما يرينا الحقيقة، وبمجرد تحقق الانهيارات الحقلية ستتحقق الانهيارات الحقلية أولا، تتبعها زلازل الميجا ريختر، عندها نقول أنه تجاوز مدار المشتري، ونبدأ بالعد التنازلي لسنة الوصول، أو العد التنازلي للوصول لأننا نكون قد دخلنا بسنة الوصول، ويلزمه بعد ذلك من 6 أشهر إلى 14 شهرا كحد أقصى للوصول. فما دام كبرى مراصد الأرض وأقدر علماء الفلك قد أعطوا تقديرات للوصول وليس تحديدا لسنة الوصول، فيجب علينا ألا نخوض أو نكف عن إطلاق المواعيد هنا وهناك دون الاستناد للواقع الملموس. فموعد وصوله بعلم الله سبحانه وتعالى، وكما قلت
فهذا متجاوز، ولن أجيب بعد الآن عن أي سؤال يتعلق بموعد الوصول، وأرجو أن تكون الصورة قد وضحت، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.